ذكر الخوف، والخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف عبادة وتعظيم وسر، صرفه لغير الله شرك أكبر. والثاني خوف طبيعي، جبل لي لا يلام على العبد فخرج منها خائفا يترقب، وهذا جائز. الثالث خوف محرم كالقنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. إذن الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خوف واجب ولا بد أن يصرف لله، ومن صرف هذا الخوف لغير الله فهو مشرك كافر. خوف العبادة والتعظيم والسر، يعلم السر وأخفى. والثاني خوف طبيعي، جبل لي لا يلام على العبد، جائز كالخوف من النار واللصوص وقطاع الطريق والسباع. الخوف الثالث خوف محرم كالقنوط من رحمة الله، يلبس الشيطان على بعض الناس ويقول يعني هذه الأمور اللي تصنعها من العبادة والتصنع وكذا لا لا تصنع، لأنه سبق وأن صنعت شيء من المعاصي، ويريد يلبس على الشيطان ويجعل يترك الطاعة ويظل على المعصية. والله سبحانه وتعالى قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذا نهى عن القنوط من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا الخوف محرم، أو كما قلنا أنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، فهل يصح أن يطيع المخلوق في معصية الخالق ويخاف منه؟ لا، لأن هذا خوف محرم.